السلام عليكم يا شباب، يلا نبدا نحل اول هوم ورك لاول حصه خالص. عندنا اول سؤال بيقول لي انا عايز الايت اب اول ذا لامبس، اقفل انهي سويتش؟ قلنا عشان اللايت يعدي او الكرنت يعدي في كل اللامبس لازم نقفل السويتش. فانت عشان عايز اكس عايز يتنور لازم هتقفل اكس. يبقى الكرنت لما هيطلع من الباتري كده هيجي هنا هيتقسم هيعدي في اللمبه دي فدي كده نورت، هيكمل هيعدي في كده نورت. لما يجي بقى هنا تاني انا عايز اللمبه دي تنور فلازم اقفل كي، يبقى انا ضمنت برضو ان دي هتنور، ولما يجي ينزل كده دي برضو هتنور، يبقى انا كده نورت كله، يبقى اكس وكي. السؤال اللي بعده اللي هو بس الدايجرام شو ا سكشن اوف كوندكتور ويتش از كارينج ان الكتريك كارنت، سو ويتش اوف ذا فولوينج تشويسز شو ذا ريليشن امونج ذا كارنت انتنسيتي ات الديفرنت كروس سكشنز دي اكس واي وزد. طبعا الكارنت داخل اي وخارج اي، فلما اجي عند اي نقطه من دول برضو الكرنت هيبقى هو هو، يبقى الاجابه ايه؟ ان هم كلهم ايكوال، نفس الكرنت ما اتغيرش. نمبر 3 انهي سيركت من دول شو الكونفنشنال دايركشن والالكترون دايركشن؟ اتفقنا مع بعض ان الكونفنشنال دايركشن بيخرج من البوزيتيف وبيروح للنيجاتيف، انما الالكترون دايركشن بيخرج من النيجاتيف وبيروح للبوزيتيف. تعال نمسك اول سيركت كده، الكرنت خارج منين؟ هو رسم لي انه خارج من البوزيتيف، ما هو الشرطه الطويله اتفقنا انها البوزيتيف والشرطه الصغيره اتفقنا انها النيجاتيف، فالكرنت خارج من البوزيتيف ده كده كونفنشنال. اه الالكترون رايحه للنيجاتيف، لا ده مش مظبوط. اللي بعده الكونفنشنال خارج من البوزيتيف، مظبوط. الالكترون خارجه من النيجاتيف برضه مظبوط، يبقى ده الانسر بتاعنا. السؤال اللي بعده الانتنسيتي اوف الكتريك كارنت از 2 امبير، يبقى انت كده معاك الاي، عايز الكوانتيتي اوف تشارج باسنج ثرو 1 مينيت. طيب انت عارف ان الاي ايكوالز كيو اوفر التايم، الاي ب 2 الكيو عايز اعرفها، التايم 1 مينيت، 1 مينيت احنا شغالين بالاس اي يونتس سكند، يبقى لازم اكتب ايه؟ 1 مينيت ملتبلاي 60 سكند، وتقدر من هنا تحسب الكيو، تبقى كيو كام؟ 2 اوف 60 120 كولو، يبقى الاجابه 120 كولو. ممكن يبقى طالب منك النمبر اوف الكترونز، هتكمل بقى الكلام ده وتقول ايكوال ان في اي، حضرتك معاك الاي تعرف تحسب الان، انا بتكلم لو طلب منك الالكترونز، برضه السؤال ده كده كده هيقابلنا قدام، يبقى الاجابه لحد هنا خلاص. السؤال اللي بعده الكتريك كارنت برضه الانتنستي ب 10 ملي امبير، ده كده الاي، النمبر اوف الكترونز باسز in 10 second، نفس السؤال اللي فات بالظبط، الاي ايكوال كيو اوفر تي. بالمره بقى عشان ننجز تبقى الكيو برضو ان في اي اوفر تي، الاي معاك 10 ملي امبير، الملي بيتحول ازاي؟ تايم 10 باور نيجاتيف 3. الان عايز اعرفها، الاي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19، التايم معاك 10 seconds، يبقى الان هيطلع معاك نمبر بي 6.25 تايم 10 باور 17 سوري. نيجي للسؤال اللي بعده ذا اوبوزيت جراف ريبريزنتس ذا فاريشن اوف كارنت انتنسيتي ثرو ا كوندكتور فيرسس تايم، تغير الاي مع التايم كان بيقل كده وبعد كده بقى ايه؟ بقى كونستنت. طالب منك الالكتريك تشارج اللي عدت في الفتره دي في خلال ال 10 سكندز دول كلهم. طيب هنا احنا عارفين ان الاي كيو على تي، يعني لو انا عايز احسب الكيو هتبقى الكيو ايكوال كام؟ اي تي، اي تي ده الاكسس بتاع الاي وده اكسس التي، فاي تي ده معناه انك بتجيب حاجه اسمها الاريا اندر ذا كيرف، المساحه اللي هنا دي كلها، كل الكلام ده. طب نحسب الاريا دي ازاي؟ هنقسمها لكذا شكل، يكون شكل هندسي احنا عارفينه، مثلا هنبدا بايه؟ بالمثلث اللي فوق ده كده، المثلث ده كده الاريا بتاعته بكام؟ يبقى انا عندي كيو ايكوال الاريا بتاعت المثلث الصغير ده والاريا بتاعت الريكتانجل ده كله، يبقى اجيب الاريا بتاعت التراينجل والاريا بتاعت الريكتانجل واجمعهم على بعض، يبقى الاريا بتاعت اللي فوق ده هاف في البيز، البيز بكام عندي هنا؟ الحته دي كلها بكام كده؟ من 2 من سوري من الزيرو للفور، يبقى الحته دي كده بكام؟ ب 4.
في الهايت، الهايت ارتفاع الحته دي هي اصلا هنا باتنين وهنا باربعه، يبقى الهايت بكام؟ باتنين. يبقى الاريا بتاع الترانجل هاف البيس في الهايت، البيز عندك اهو باربعه، والهايت بتاع الحته دي بس الزرقاء اللي هو الترانجل بس من 4 و2، يبقى الاجابه ايه؟ 2. طيب ده كده الاريا بتاعت الترانجل. الاريا بتاعت الريكتانجل ده، الاريا بتاعت الريكتانجل لينس في الويتس، اللينس بكام؟ من الزيرو لحد 10، يبقى 10 ده اللينس. الويتس ارتفاع الحته دي كام؟ ارتفاعها كام لما تيجي تبص هنا؟ باتنين. هتحسب وتشوف هيطلع معاك كام كالكليتر، هيطلع معاك الانسر 24 كولوم، يبقى الانسر برضو بي. السؤال اللي بعده، الاوبوزيت جراف ريبريزنتس ذا فاريشن اوف ذا كوانتيتي تشارج كيو، جراف ما بين الكيو وايه كمان؟ والتايم. طيب عايز مني ايه؟ عايز كارنت انتنسيتي كالعاده. انت عارف ان الاي كيو على تي، هاخد السلوب بقى هنا، هاخد نقطتين ماينس بعض من الواي اكسس ديفايدد اللي بيقابلهم من الاكس اكسس. يعني كده مثلا هتاخد مثلا سي ال 48 وال 24 مثلا، الاكس بتاعتها فين؟ امشي كده وانزل يبقى 9.6. نفس الكلام دي فين؟ ال 4.8. يبقى المفروض ان انا اكتب كده، هكتب 48 ماينس ال 24، هاخد نقطتين من الواي اكسس على النقطتين بتوعهم اللي في الاكس اكسس، يبقى 9.6 ماينس 4.8. طبعا الجراف مش مضروب في اي حاجه، يعني هنا مفيش مثلا ملي سكند، دايما لازم تبقى عينك على الجراف هنا في اليون بتاعتك ايه، ملي سكند مايكرو سكند، لان دي بتيجي كتير جدا بنقع فيها. كذلك فوق، يبقى دايما اول حاجه تعملها تبص على الجراف اذا كان اليونتس بتاعتك هي الاس اي يونتس اللي انت شغال بيها ولا لا، عشان احيانا بيكتب لك ملي مايكرو فهنحاول ساعتها. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه انك ممكن تريح دماغك على طول وتاخد بيبي ده ستريت لاين خلاص بقى انفورم، تاخد دي ودي على طول اللي هي ايه؟ يعني لو جيت بصيت كده على 60 هتلاقي الاكس اكس بتاعتها مين؟ هتلاقيها هي 12، فانا ممكن على طول اكتب 60 اوفر 12 برضه صح مش غلط، بس انا بكلمك في الطريقه اللي المفروض تبقى عارفها اللي هي قبل كده قلنا دلتا واي دلتا اكس، باخد نقطتين من الواي اكسس على اللي بيقابلهم من الاكس اكسس، هيطلع الاجابه معاك 5 امبير. طيب السؤال اللي بعده، تو ميتاليك كوندكتورز ان بي كاري الكتريك كارنت انتنسيتيز اي و2 اي، واحد شايل فيهم اي والتاني شايل 2 اي، عايز الريشيو بتوين النمبر اوف الكترونز. طيب ماشي بسيطه، الاي ايكوال كام؟ كيو على تي، اللي هي برضو ان في اي على تي. يعني ايه علاقه الاي بالان؟ علاقه دايركت، الاي والان دايركت مع بعض. طيب يعني لو الان زادت هلاقي ان الاي بيزيد، يبقى انا ممكن اقول ان الاي 1 على الاي 2 هي هي الان 1 على الان 2. السلك الاولاني شايل اي والسلك الثاني شايل 2 اي، يبقى 1 تو 2، يبقى الريش بتاعهم 1 تو 2، يبقى الاجابه هتطلع معاك اي. السؤال اللي بعده، if the lamps are marked X، if the lamp marked X blows out and breaks the circuit، اللمبه اللي عليها X دي خلاص يعني اتفرقعت او اتحرقت، فعايز يعرف في كام لمبه لسه هتفضل منوره، how many lamps remain lighting. طبعا السورس اهو، فالكرنت هيجي عند النقطه دي كده، بما ان السيركت دي او بما ان اللمبه دي اتحرقت فخلاص مفيش كهرباء هتخش ولا في السلك ده ولا في السلك ده ولا في السلك ده، كل الجزء ده كده اتلغى خلاص، اكنك سويتش وفتحته، يبقى الكرنت هينزل هنا ويرجع يكمل تاني، يبقى عندنا 2 لامبس بس منورين، يبقى الاجابه سي. وبرده انت هتترجم الحته دي اكتر لما نتكلم ان شاء الله على السيروسي بار الحصه الجايه، بس معنى كلمه ان اللمبه باظت تفهمها على انها كده، ادي لمبه اهي وقال لي ان اتحرقت، فخلاص ده مفتاح مفتوح كده اهو، سويتش اوبن، وهنا في ايه؟ لمبه، وهنا في لمبه، فخلاص طالما السويتش ده اوبن يبقى البرانش ده كله كده مفيش جوه كهرباء، اتلغى خالص اكنك هتشيله مش موجود اصلا، اوبن سيركت، فمين اللي هنور؟ الاثنين دول بس. طيب السؤال اللي بعده، سؤال برضو فيه فكره لطيفه،
according to Bohr model. Bohr model ده احنا بندرسه ان شاء الله في شابتر 6 of the hydrogen atom. المفروض ان حضرتك عارف من الكيمستري ان الهيدروجين اتوم عندها كام الكترون؟ واحد، 1 الكترون، عشان دي ابسط اتوم. طيب الالكترون اوف ذا هيدروجين اتوم موفز ان السيركلر اوربت، برضه هنفترض من دماغنا ان هي بتلف في سيركل، الراديوس بتاعها معاك والسبيد بتاعتها معاك، طالب من حضرتك ايه؟ الكرنت انتنسيتي. طب انت عارف ان الاي ايكوال كام برضه؟ كيو على تي، الكيو ان في اي. طيب ال N هو الالكترون واحد اللي هو اللي بتاع الهيدروجين يبقى 1. الالكترون تشارج رقم كونستانت 1.6 تايم 10 بار نيجاتيف 19. هنا بقى المشكله التايم، اجيب التايم منين؟ ما هو انت عندك دلوقتي راديوس وعندك سبيد. فاكر في اولى ثانوي اخذنا قانون كده بيقول ان الفيلوسيتي بتيكوال الديستانس على التايم، السرعه مسافه على الزمن. طيب المسافة بتاعتك هنا اللي هي ايه؟ ما هو قال لك ان هو بيلف ايه؟ في سيركل، يبقى المسافة اللي هيقطعها هي السيركمفرنس. السيركمفرنس كان بيساوي كام؟ 2 باي ار. الكلام ده اساسيات هنحتاجها برضو قدام، لازم تبقى انت عارفها ان الفلوستي ديستنس تايم دي حاجة من اولى ثانوي، احيانا هنستدعيها في ثانوي، وطبعا السيركمفرنس 2 باي ار برضو محتاجينها. يبقى التايم عبارة عن الديستنس على الفلوستي. طب الديستنس بكام؟ ما هو هيلف في سيركل، يبقى السيركمفرنس 2 باي ار على ايه؟ على الفلوستي. هاخد بقى الكلام ده اكتبه هنا، يبقى التايم عندي بكام؟ 2 باي ار ديفايدد الفلوستي. اوكي، لو هتكتبها على الكالكوليتر ده في براكت لوحده وده في براكت لوحده، دي صيغه، الصيغه الثانيه ممكن تكتبها كده، تكتب 2 باي ار ديفايدد في، وتعوض بقى عن الار والفي، يبقى ال 2 باي الراديوس عندك 5.3 تايم 10 باور نيجاتيف 11، 5.3 تايم 10 باور نيجاتيف 11. كل الكلام ده هقسمه على كام؟ على الفلوستي اللي هي 2.2 تايم 10 باور 6، 2.2 تايم 10 باور 6. خد بالك من حاجه وانت بتكتب على الكالكوليتر، ان انا عامل هنا ايه؟ الفراكشن الكبير ده، ففي فوق لما تدوس على الكالكوليتر على الفراكشن تكتب فوق الكلام ده اللي هو الان في الاي، وتحت هتدوس على الفراكشن تاني بقى، فيبقى عندك المنظر ده تكتبه، او احسب التايم لوحده وارجع عوض بيه في القانون عشان ما تتلخبطش. هيطلع الانسر معاك 10 باور نيجاتيف 3. السؤال اللي بعده، which of the following cases be represent the correct direction of electric current. طيب قلنا الكرنت دايما بيتحرك من الهاي بوتنشال للبوتنشال، فلما تيجي تبص هنا كده من بوزيتيف 10 لبوزيتيف 2 وتحرك كده السهم رايح كده مظبوط؟ اه، من الهاي للو كلام سليم، والباقي طبعا هتلاقيهم غلط، ده من النيجاتيف 4 للزيرو، ده من النيجاتيف 4 للبوزيتيف 2 طبعا مش مظبوط، هنا من الزيرو للبوزيتيف 10 برضو مش مظبوط، لازم يتحرك من الهاي للو. السؤال اللي بعده، البوتنشال ديفرنس بين تو بوينتس از ذا بوتنشال ديفرنس بين تو بوينتس وين ذا ورك دون از كذا. ده مين كده؟ الورك اللي هو الانرجي تو ترانسفير كوانتيتي تشارج، ده كده كيو ايكوالز كام؟ بوتنشال ديفرنس ايكوال كام؟ ورك على كيو. خلاص ماشي، الورك بكام؟ 50، والجول 5، يبقى الفولت 10 فولت، يبقى الانسر هيطلع معاك بي. السؤال اللي بعده، which of the following figure represents the relation between the potential difference with time. الفي مع التي، استنى كده، كل قوانين الفولتج هتلاقيها ورك على كيو او طبعا اي في ار زي ما اتفقنا، فما فيش اي علاقه بين الفولت والتايم، كونستنت مهما الزمن بيعدي برضو الفولت مش هتغير. انت مثلا جايب ديفايس مكتوب عليه 5 فولت، خلاص هما ال 5 فولت دول، يبقى مفيش ريليشن بين الفي والتي. السؤال اللي بعده، ذا اوبوزيت دايجرام ريبريزنت ا سيكشن اوف ان الكتريك سيركت. طالب منك الريشيو بتوين الورك دان تو ترانسفير الكتريك تشارج فروم بوينت اي لبوينت بي ديفايد، طبعا او الريشيو مع من بي لسي، عايز الورك لما انقل كوانتيتي تشارج من الاي للبي للبي لسي. تعال نشوف الورك بتاع اي بي ديفايدد الورك بتاع البي سي. لو جيت استرجع كده قوانين الورك، الورك كان بيكوال في في كيو او في اي تي او اي سكوير ار تي او في سكوير على ار تي، دي كلها قوانين الورك او قوانين الانرجي على حسب الجيفنز اللي معايا هشتغل. انا معايا اي
وار، يبقى انا عايز القانون اللي فيه اي وار مفيش غيره اللي هو ده. مستر طب انا ممكن اقول اي في ار اجيب الفي، يبقى 2 في 2 ب 4 معاك الفولت، فتشتغل مثلا بدا او بدا برده صح مفيش مشكله، بس انا بوفر وقت على قد ما اقدر، لان الامتحان برده مهما كان محتاج سرعه. يبقى الورك من الاي للبي هقول اي سكوير ار تي ديفايدد، من البي للسي برضو اي سكوير ار تي. يلا نعوض الاي سكوير من الاي للبي، ما الاثنين امبير دي ماشيه كده خلاص، يبقى 2 سكوير. الار اللي بين الاي والبي في 2 اوم بس. التايم مدهولنا ال1 سكند ولا اي حاجه مالش، خلاص هسيبها دي زي ما هي لانه كده كده اصلا هيكنسل برضو مع التايم اللي تحت. الاي سكوير ما هي نفس الاثنين امبير ماشيه، مش هتروح في حته، مفيش برانشز مفيش فروع، الكرنت هيكمل زي ما هو. يبقى هنا في ميك معدي كام من البي للسي؟ برضو 2 امبير، يبقى 2 باور 2. طب والريزيستنس اللي من البي للسي 3 اوم، والتايم زي ما هو، هتكنسل طبعا التايم مع التايم، ويبدا يكتب بقى الكلام ده على الكالكوليتر، شوف هيطلع معاك كام. هيطلع معاك 2 اوفر 3، يبقى الانسر معانا بي برضو. كوندكتور اوف ريزيستنس 5 اوم، كده معانا ريزيستنس. كاري الكتريك كارنت 1 امبير، معانا الاي الكتريك كارنت انتنسيتي، ايفن الكتريك كارنت انتنسيتي اوف 2 امبير باسس ثرو ذا سيم كوندكتور، يبقى الريزيستنس ايكوالز كام؟ يعني هو بيقول لك في الاول ان هي كانت 5 اوم معدي فيها 1 امبير، ولو نفس الكوندكتور عدى بقى فيه 2 امبير ايه اللي يحصل؟ طبعا الاجابه برده 5 اوم. طب ليه يا مستر مع ان الكارنت زاد؟ افتكر معايا كده قلت لك لو رسمت جراف بين الاي والار الجراف انفرس، الار لما تزيد الاي يقل، بس العكس لو حصل الار ما يحصلهاش حاجه، يعني لو الاي هو اللي زاد الار ولا يحصل لها حاجه. زي ما قلنا لو انت شاري لمبه هي 5 اوم متصنعه 5 اوم عديت فيها 10 امبير 20 امبير ايا كان هتفضل هي نفس ال 5 اوم. يبقى الاجابه طبعا ان الاي والفي مش بيأثروا على الار، انما هي تاثر على الار تاثر في الاي والفي بقى. يبقى الاجابه طبعا تفضل زي ما هي، قالك سيم كوندكتور زي ما هو. 16 الكتريك بلب الريزيستنس بتاعتنا ب 3.2 كونكتد لباتري ب 8 فولت هوز انترنال ريزيستنس از نيجلكتد. هتفهم قصه الانترنال دي ان شاء الله الحصه الثالثه مش دلوقتي، بس هو بيقول لك يعني ان هي ملهاش مقاومه، يعني البطاريه ملهاش مقاومه، هنعرف بقى التفاصيل دي قدام ان شاء الله. عايز النمبر اوف الكترونز افري مينيت، عايز مين؟ النمبر اوف الكترونز. يلا بينا، انا النمبر اوف الكترونز دي ما ظهرتش معايا غير في قانون واحد اللي هو الاي ايكوال كيو على تي، اللي هي ان في اي على تي بقى، ان في اي على تي. طب ما التايم معاك والاي برده معاك وانت عايز مين؟ الان. يبقى كده لازم ادور على مين؟ على الاي. ايه القوانين اللي خدتها بتجيب لي الاي برده؟ الفي على الار، مش احنا خدنا ان الفي ايكوال اي في ار، يبقى الفي على الار بس. وابدا اعوض بقى، يبقى الان 4.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 التايم 1 مينيت، احنا شغالين اس اي يونتس قلنا لازم تشتغل بالسكند، يبقى 1 في 60. الفولت عندك ب 8 والار عندك ب 3.2 وتشوف الانسر هيطلع معاك كام على الكالكوليتر. هيطلع الانسر معاك سي 9.4 تايم 10 باور 20، ولازم الان ده يطلع معاك رقم كبير جدا لان ده عدد الكترونز، لازم يبقى مليارات المليارات كده ملايين. 10 باور 20 ده رقم كبير جدا، ما ينفعش يطلع معاك رقم بالنيجاتيف او رقم صغير، يعني الباور بتاعه بالنيجاتيف. سؤال 17 for the opposite electric circuit which of the following graph represents the relation between the ammeter and the resistance. هو انا كل ما زود الريزيستنس، قلنا اصلا ده اسمه ايه؟ ار فاريبل او ار يساعد بنغير قيمتها، كل ما تغير الار الاي تتغير. طيب الار لو زادت الاي تقل، يبقى فين الجراف اللي بيعبر عنها؟ الجراف اللي احنا عارفينه الانفرس ريليشن، كل ما تزود الريستات كل ما تزود الريزيستنس الكرنت يبدا ايه؟ يقل زي ما قلنا من شويه، لان الاميتر ريدنج بيقرا اي، فهو اكنه بيقول لك قول لي العلاقه بين الار والاي، يبقى ريليشن انفرس. السؤال اللي بعده الاوبوزيت جراف ريبريزنت ذا فاريشن اوف ذا بوتنشال ديفرنس
between two wires مع الكرنت انتنسيتي، علاقه الفي والاي من الجراف، لكم سلك؟ لسلكين، two wires A and B. Which wire has the higher resistance and why؟ طيب مبدئيا هو الاسلوب اصلا بكام؟ الاسلوب تان السيتا اللي هو بيساوي واي على الاكس، والكلام برضه هنناقش معاك بالتفصيل الحصه الجايه. تان السيتا وواي على الاكس. طيب واي على الاكس لما اقسم الواي على الاكس، لما اقسم الفي على الاي، ده يديني ايه؟ ده يديني الار. يبقى الاسلوب بتاعنا عباره عن الار. طب مين اللي عنده سيتا اكبر مع الاكس اكسس؟ بص كده على واير ايه عنده الزاويه دي كلها، انما واير بي عنده الحته دي بس. فاللي عنده سيتا اكبر عنده سلوب اكبر، اللي عنده سيتا اعلى عنده سلوب اعلى، والسلوب اصلا عباره عن ريزيستنس. يبقى الاجابه ان طبعا ايه عنده اكبر ريزيستنس. يبقى الاجابه ان الهاي ريزيستنس هتكون ايه، علشان السلوب بيريبريزنت الريزيستنس. يبقى الاجابه طبعا A. In which of the following cases the intensity of the current passes in the resistor is greater than the other؟ عايز اعلى I ممكن. طيب احنا عارفين ان الI قلنا Q على T، وقلنا في نفس الوقت V على R، ولكن لو انت لماح كده كلهم ايه؟ نفس الـ R نفس الـ resistance. خلاص يبقى اللي عنده فولت اعلى عنده I اعلى. مين عنده اعلى فولت؟ طبعا اول واحد. يبقى الاجابه ايه؟ السؤال اللي بعده. In the opposite electric circuit the voltmeter reads 20 فولت. الكابتن ده بيقرا 20 فولت والاميتر بيقرا 2 امبير. يبقى انا عندي هنا في 2 امبير ماشيين. طب طالب مني ايه؟ عايز مني الباور. اروح اكتب قوانين الباور. الباور القوانين بتاعتها اول حاجه خالص انرجي على التايم او V في I، V في I أو V سكوير على R أو I سكوير في R. أشتغل بالجيفنز اللي معايا، معايا V ومعايا I، خلاص هشتغل بالقانون ده. يبقى الباور إيكوال كام؟ V في I اللي هو إيكوال كام؟ 20 في 2 اللي هي 40 وات، اللي هي 40 وات. يبقى الإجابة B. مستر ممكن اعمل 20 ديفايدد 2 اللي هي عشان اجيب الار، يعني الار في على اي، الار في على اي. فبعد ما تجيب الار اللي هي هتبقى 10 اوم، ممكن بقى تشتغل بده او تشتغل بده، برضو صح مش غلط. السؤال اللي بعده. Device works on a power of 70 watt. This device is operated for 1 minute. يبقى جهاز بيستهلك 70 وات، انا شاريه مكتوب عليه 70 وات وشغلت لمده دقيقه. عايز يعرف الانرجي بكام؟ احنا لسه قايلين من شويه ان الباور ايكوال انرجي على التايم. يبقى الانرجي اعمل كده كروس ملتيبليكيشن، بي في تي، باور في التايم. الباور بكام؟ 70، والتايم بكام؟ 1 مينت. هنشتغل برده بالسكند، يبقى 60. هيطلع الانسر معاك نمبر سي، جول طبعا. السؤال اللي بعده 22. The opposite graph represents the relation between the power وال square of current اللي هو الاي سكوير. عايز الكوندكت، عايز السلوب بتاع اللاين. طيب السلوب قلنا دايما تان سيتا او واي على اكس، الواي اللي هو الباور على الاكس اللي هو الاي سكوير. لما اقسم الباور على الاي سكوير ده يديني ايه؟ استرجع كده قوانين الباور، انا كنت لسه كاتبها من شويه هنا اهي. الباور اي على تي، في اي، في سكوير على ار، اي سكوير في ار، اي ده اللي انا عايزه. يبقى الباور ايكوال اي سكوير في ار. طب لما توديني الاي سكوير الناحيه الثانيه يبقى لك مين؟ يبقى لك الار. يبقى القانون بتاعنا الباور ايكوال اي سكوير في ار. لما تودي الاي سكوير بالديفايدد هناك هيبقى لك مين بس؟ الار. يبقى السلوب بتاع الكيرف ده بيعبر على الريزيستنس بتاع الكوندكتور. السؤال اللي بعده. عايز اعرف الجراف ده علاقه الباور مع التايم، ريليشن بتاعت الباور مع التايم. لو جينا نسترجع كل قوانين الباور كده، قلنا انرجي على تي او اي سكوير في ار او في سكوير على ار او في في اي.
مفهومش تايم يبقى ملوش اي ريليشن. مستر هنا في تايم قلنا ده القانون اللي ممكن نحسب منه، انما مش الفيزيكس مش الفاكتورز بقى اللي بتتعامل الباور. انا لما بشتري مثلا شاحن مكتوب لي 5 واط خلاص هو بيضل 5 واط، مش بعد شويه هلاقيه بيزيد او بيقل. يبقى اللي بيزيد وبيقل هو مين؟ هو الانرجي مش التايم. يبقى علاقه الباور مع التايم نو ريليشن. السؤال اللي بعده زي بالظبط، عايز العلاقه ما بين الانرجي بقى والتايم. الشاحن بقى 5 واط اللي انا شاريه ده كل ما استخدمه اشحن الموبايل في ساعه في ساعتين في 3 ساعات، كل ما استخدمه اكتر كل ما الانرجي بتزيد، لان الانرجي قلنا في اي تي او اي سكوير ار تي او في سكوير على ار تي كلهم فيهم تي. فكل ما التايم يزيد كل ما الانرجي تزيد، وقلنا ده اللي بندفع فلوس عليه صح. يبقى الاجابه هنا ايه؟ دايركت ريليشن. السؤال اللي بعده نمبر 27، قابلنا السؤال ده في حصه شرح وحليناه. كان تو وايرز نمبر اوف الكترونز باسز ان ذا فيرست واير اللي عنده ريزيستنس ار اتش سكند، وفي نمبر اوف الكترونز بيعدي في السكند واير اللي عنده 2 ار برضو اتش سكند. عايز ريشيو بتوين الباورز. فاتفقنا مع بعض ساعتها قلنا ايه؟ الباور احنا عارفين انه بيكوال اي سكوير في ار. هو انت يا مستر اشمعنى فكرت في ده؟ عشان هو مديني عدد الالكترونز، فمن عدد الالكترونز اعرف احسب الاي، فلازم اشتغل في قانون في اي، وانا معايا الار فطبيعي هشتغل بالاي سكوير في ار. طيب وقلنا ان الاي كيو على تي يعني ان في اي على تي، كل ده كده باور 2 في الار. هحسب الباور الاولاني وهحسب الباور الثاني واقسمهم على بعض. يبقى الباور الاولاني على الباور الثاني ايكوال كام؟ اي سكوير في ار اللي هو السلك الاولاني ديفايدد الاي سكوير في ار للسلك الثاني، وعوض بقى يبقى ان في اي على تي سكوير في الار بتاع السلك الاولاني ان في اي على تي سكوير في الار بتاعت السلك الثاني. بس السلك الثاني كان 2 ار مش ار واحده، فهحط هنا 2 وهنبدا بقى نعوض. هتلاقي عندك الار طارت مع الار، الاي كده كده هتطير سواء يعني قبل السكوير بعد السكوير كده هتطير، والتايم نفس الكلام موجود فوق وتحت. هيبقى لك ان سكوير على ان سكوير في 2، ان سكوير الاولانيه يبقى 2 باور 2 وفي 2 تحت اوريدي مكتوبه اللي هي بتاعت 2 ار. عندك الان الثانيه 3 بس باور 2 يبقى 3 باور 2. قلت له يا مستر فين التايم 10 باور 20؟ مش عايزها برضو، لانك بعد ما تكتبها هنا هتتكنسل سواء فوق او تحت هتتكنسل. هيطلع الانسر معاك كام؟ 4 اوفر او 2 اوفر 9 على طول، 2 اوفر 9. السؤال ده معتمد على ان انت لازم هتجرب. بيقول لك الريزستيفيتي اوف ذا كابر از كذا. Which of the following choices represent which of the following choices represent a wire that is made of copper with cross section area بتاعته بكذا. يعني مين في دول اللي بيمثل السلك اللي احنا عايزينه ده؟ فلازم هتجرب لان هو هنا مديك اللينس والريزستنس تو انونز، لازم هتحط تجرب بقى. هيبقى الار ايكوال كام؟ رو ال على الاريا. هو مدي لك الرو 1.8 طيب 10 باور نيجاتيف 8. اللينس مش معاك، مديك اربع اختيارات لللينس. الاريا جيفن 10 ملي متر، الملي بنحوله تايم 10 باور نيجاتيف 3 بس لو ملي متر سكوير يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 6. والريزيستنس كام؟ معرفش. فلازم بقى هتجرب، هتمسك مثلا اول اختيار هتحط اللينس هنا ب 10 ادالك الرقم ده يبقى ده الانسر. ما جاش اللي بعده هتحط اللينس ب 10 طلع معاك الرقم ده يبقى هو ده الانسر، وهكذا. هيطلع معاك الانسر بي. يبقى انا هجرب ازاي؟ هشيل اللينس واكتب مكانه 10 طلع لي الرقم ده على الانسر، خلاص يبقى دي الريزيستنس بتاعتي خلاص ده كده صح. طب لو ده ما جاش معايا اجرب الاختيار اللي بعديه، هكتب اللينس ب 10 تلاقي الرقم ده يبقى ده الانسر. اوكي ما جاش معاك هجرب اللي بعده. فهنا عشان في تو انونز فانت لازم هتجرب، ملهاش طريقه طبعا لازم هتجرب. يبقى الانسر هيطلع معاك بي. السؤال اللي بعده عايز الريليشن ما بين الريزيستنس والاريا. اتفقنا من شويه ان الار ايكوالز رو ال على اريا، فالعلاقه بين الار والاريا علاقه انفرس. بس مش هروح اختار بقى الكيرف ده لان هو رسم لي 1 اوفر الاريا، يبقى الجراف لازم يكون دايركت. يبقى لو كان رسم لي
الاريا بس هختار جراف انفرس. رسم لي واحده الاريا اختار الدايركت. السؤال اللي بعده. Two conductors of same material of uniform cross section area. The length of the first is 4.5 والريزستنس بتاعته 6 اوم. Why the second عنده length 1.5 and its area is quarter that of the first. نكتبها بقى ازاي دي؟ ال area of the second يبقى area 2 quarter equal quarter the area of the first او of the first يبقى area 1. هترجم الانجليش لايكويشن ال area of the second and its cross sectional area a2 is quarter ربع the first a1. خليها على جنب دلوقتي. عايز الريزيستنس بتاعت السكند واير كده. طبعا دول سلكين فنعوض في القانون بتاع التو وايرز r1 على r2 equal هو قال لي same material فخلاص مش مهم بقى الرو اكتبها يبقى L1 area 2 L2 area 1. يلا بقى نعوض. R1 بكام؟ R1 ب 6 ohm. طيب R2 عايزين نعرفه. R2 عايزين نعرفه. اللينس الأولاني، اللينس الأولاني ب 4.5. اللينس الثاني ب 1.5. الاريا الثانيه بربع الاولانيه هكتب كوارتر A1 وA1 اسيبها بقى زي ما هي A1 عشان اكنسلها مع اللي فوق يبقى اكتب هنا A1 وتبدا بقى تكنسل. تكنسل طبعا الA1 مع الA1. طيب نحسب على الكالكوليتر ونطلع من هنا الR2 يبقى 1.5 في 6 ديفايدد 1.5 في كوارتر نمبر 28 هيطلع معاك الانسر C 8 اوم. تمام ننزل على السؤال اللي بعده نمبر 29. عندي 3 وايرز X Y و Z اللينسز بتاعتهم 1 متر 4 متر 2 متر respectively. الكروس سيكشن الاريا بتاعتهم كلهم ايكوال كلهم خلاص نفس الاريا فهنتكلم دلوقتي على اللينس بس. اللينس هو اللي هيحدد مين عنده ريزنس اعلى. انت عارف طبعا ان الار دايركت مع الال يعني كل ما اللينس يزيد كل ما الريزنس تزيد. طيب يبقى مين فيهم عنده اعلى مقاومه؟ ما هو ده اكس وده واي وده زد. اكس واي زد 1 4 2 ريسبكتيفلي يعني معناها اكس هو 1 واي هو 4 زد هي 2. تمام. طيب مين كده عنده اعلى واحد اعلى مقاومه؟ واي طبعا. طب فين اللي فيها واي اعلى حاجه؟ يبقى اي او سي. يبقى انا كده استبعدت مين؟ بي ودي. انا عايز واي اعلى ما يمكن يبقى الاجابه يا دي يا دي يا اي يا سي. تعال نقارن ما بينهم. هو ايه الفرق بين اصلا؟ اكس اكبر من زد انما هنا زد اكبر من اكس. لا ما هو زد ب 2 واكس ب 1 يبقى لازم زد يبقى فعلا اكبر من اكس. يبقى الاجابه هتكون مين؟ هتكون سي. سؤال رقم 30 10 متر لونج واير الاريا بتاعته 1 مليمتر سكوير الريزيستنس 2.5 الالكتريكال كوندكتيفيتي اوف ذا ماتيريال ايكوال كام؟ قانون الكوندكتيفيتي 1 على السيجما او انا كنت بقول لك على طول لارا لارا ال على ار اي وتعوض تعويض مباشر. اللينس معاك ب 10 متر سوري 100 متر والار ب 2.5 الاريا 1 مليمتر سكوير. قلت لك المليمتر لو بتكلم على لينس دايمنشن واحد لينس بحول للمتر تايم 10 باور نيجاتيف 3 انما انا بتكلم على اريا بقى مساحه مليمتر سكوير رايحه للمتر سكوير هعمل هنا باور 2 وهنا باور 2 يبقى هنا كمان باور 2 هتبقى تايم 10 باور نيجاتيف 6. اوكي يبقى هنا تايم 10 باور نيجاتيف 6 وتحسب وتشوف هيطلع الانسر معاك كام. هيطلع نمبر 30 بي. السؤال اللي بعده when the length of the conductor is tripled اللينس زاد 3 مرات الريزستيفيتي يحصل لها ايه؟ يعني لازم بقى تبقى مصحصح في الحته دي. لما يسالك على ريزستيفيتي او كوندكتيفيتي في جزئيه من النظر لازم تبقى مذاكرها.
اتفقنا ان الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي هي ارقام ثابته لكل ماتيريال، ما بتعتمدش خالص على الجيومتريكال شيب. السلك لما يطول او يقصر او يتخن او يرفع مش تفرق خالص في الريزستيفيتي ولا الكوندكتيفيتي. الاجابه طبعا ريمينز ان تشينجد. في بقى ناس لطيفه خالص يكتب الرو ايكوال ار اي على ال ويعيش بقى حياته بقى، اللينز زاد 3 مرات يبقى مش عارف الرو هتقل 3 مرات ويختار بقى ويعيش. طبعا الكلام ده مش مظبوط. الكوندكتيفيتي والريزستيفيتي ديبند على حاجتين بس، يا كايند اوف ماتيريال يا اما التمبريتشر. السؤال 32 برضو شفناه لما نحب نرسم جراف ما بين الرو والسيجما، قلنا لازم الجراف يبقى دايركت، سوري الجراف بين الرو و1 اوفر السيجما لازم يبقى دايركت، ولازم الانجل اختارها كام؟ 45. طب ليه 45؟ انا لسه قايل لك كونف اهو، قايل لك ان السيجما 1 اوفر الرو، فلما اضرب السيجما في الرو يديني 1. طب ال1 دي يديني انجل بكام؟ اعمل على الكالكوليتر شيفت تان، لان انا قلت لك السلوب هو تاني السيتا، انت المفروض عارف الكلام ده من بدري من اعدادي، السلوب هو تاني السيتا، فالسلوب عندك هنا ب1 يبقى السيتا ب45. مين بقى اللي مديني 45؟ طبعا هو ده اصلا غلط عشان انفرس مش قصتنا خالص، دول كلهم ينفعوا بس ده اصح واحد لان ده اللي عنده انجل 45. السؤال اللي بعده الكروس سكشن اريا اوف السيلندريكال ميتال از 3 سنتيمتر سكوير، اللي هو ده كده الاريا. الريزيستنس معاك 5 اوم. It has been stretched uniformly. فضل ايه؟ يشد فيه. ده كده بيتكلم على سلك واحد، يبقى هنروح لقوانين السلك الواحد. Until its area becomes 0.75. عايز الريزستنس الجديد يبقى بكام؟ ترجع للقانون اللي كتبناه مع بعض. لما يكون عندي 1 واير بيبقى في باور 2 في القانون لو انت فاكر. ونبدا نعوض. يلا بينا. R1 بكام؟ ب 5. R2 عايز اعرف الاريا الثانيه 0.75، الاريا الاولى 3، كل ده باور 2. هتعمل كروس مالتيبليكيشن وتجيب الار 2. مستر هنا في تايم 10 باور كام بقى؟ بص يا سيدي زي ما انا قلت لك من شويه، زي ما السنتيمتر سنتيمتر عشان يروح للمتر بعمل كام تايم كام؟ 10 باور نيجاتيف 2. لو كان سنتيمتر باور 2 اللي هو اريا برضو بقى رايحه للمتر باور 2 نفس القصه، تعمل هنا باور 2 تبقى دي، دي باور 2 تبقى دي، اعمل بقى دي باور 2 تبقى تايم 10 باور نيجاتيف 4. طب انا ليه ما كتبتهاش هنا؟ لان ده كده كده ريشيو، ان انا لو حشرتها هنا دلوقتي كده او هنا هيكنسلوا مع بعض فمالهاش اي لازمه خالص، عشان كده ما كتبتهاش. هيطلع الانسر معاك كام؟ هيطلع الانسر معاك نمبر 33، هيطلع الانسر اي 80 اوم. السؤال اللي بعده الـ opposite figure represent an incomplete electric circuit 4 wires، هيستخدم 4 سلوك of same material ولكن different في اللينس وديفرنت في الايه؟ في الثيكنس، يعني 4 سلوك مثلا من الكابر بس اطوال مختلفه وتخن مختلف، كروس سكشن اريا مختلفه. عايز الاميتر يقرا اقل ما يمكن، يبقى اوصل السلك ده طويل وتخين، طويل رفيع، قصير تخين، قصير رفيع. تعال نشوف الاي عشان يبقى اعلى ما يمكن لازم الار، سوري هو عايزه اقل ما يمكن، الاي عشان يبقى اقل ما يمكن الار لازم تبقى اعلى ما يمكن، عشان الاي تبقى صغيره جدا الار تبقى عاليه جدا. الار عاليه امتى؟ ما القانون بتاعها رو الا على الاريا، يبقى انا عايز اطول سلك ممكن لان اللينس لما بيبقى طويل الار تبقى طويله كبيره، والاريا اقل ما يمكن لان الاريا لما تصغر الار تزيد تاني برضو، فانا عايز ان السلك يكون اطول ما يمكن وارفع ما يمكن، يبقى لونج وثين، طويل رفيع. لو عكس السؤال وقال لك انا عايز الاي تبقى اعلى ما يمكن ساعتها الار تبقى اقل ما يمكن، يبقى اقصر اتخن واير، اقصر اتخن واير يبقى شورت ثيك، ده لو كان عكس السؤال. نمبر 35 عندنا واير ريزيستنس بتاعته ار، كونسيوم باور بي، البوتنشال ديفرنس بين ستيرمنز اس في، الواير از درون ستريتشد ريفورمد سلك واحد برضو بحيث ان اللينس يبقى دبلد زاد مرتين. عايز يعرف keeping the potential difference constant، عايز يعرف الباور الجديد بقى بكام. هو انت اصلا لما تشكل السلك وتضاعف اللينس بتاعه الار هتتغير، ولما الار تتغير الباور بقى يتغير. تعال نشوف الاول الار اتغيرت بقد ايه. ار1 على ار2 بما ان ده سلك واحد بيعمل ال1 على ال2 باور 2، الاولانيه بار، الثانيه معرفش، اللينس الاولاني معرفش،
بس التاني دبل لي يبقى باتنين. انا حطيت الون من دماغي، حطيت لينس لانه باي قيمه 1 ب 5 باي كان، ولكن انا عارف ان الوارد التاني ضعفه فاكتبه باتنين. لو انا كنت حاطط مثلا الاولاني بخمسة يبقى التاني ب 10، 1 تبقى 2 زي ما انا عملت هنا كده، وتحسب الار 2 بكام. هيطلع معاك الار 2 ب 4 ار، يعني حضرتك زودت الريزيستنس اربع مرات. ارجع بقى للباور، ايه قوانين الباور؟ الباور قلنا يا اما في اي، يا اما اي سكوير في ار، يا اما في سكوير على الار. اشتغل بني واحد، تشتغل برضو بالجيفنز اللي معانا، وتحديدا برضو هنشتغل بده لانه قال ان الفولت هو هو ما تغيرش. افهمك، لو انت حبيت تشتغل مثلا بالفي في اي ممكن، مش غلط. الاي سكوير في الار هتلخبطك بقى شويه، لان انت عارف ان الار زادت اربع مرات. طب الكرنت بقى يحصل له ايه؟ ولسه هنعمله باور 2. انا عايز اسهل ما يمكن، ينفع نشتغل بالاربعه بس الفي سكوير، سوري بالثلاثه بس الفي سكوير الار اسرع واحد فيهم على طول، لان الفي عندي ثابته. فلما اكتب كده ان الباور في سكوير على الار ده اصلا ثابت مالكش دعوه بيه، اللي هو مين؟ الفولت. فانت اصلا مش شايفه. انت عارف بقى ان الار زادت اربع مرات، يبقى الباور يقل قد ايه؟ هيقل اربع مرات، اللي هي اسمها يقل الربع بقى. يبقى الاجابه هتكون دي. يبقى انا ممكن احل باي قانون، بس انا في النهايه عايز القانون الاسرع. ممكن تعملها ريشيو برضو، يبقى ممكن تقول لي باور 1 على باور 2 ايكوال الار الثانيه على الار الاولانيه. ما هو الباور انفرس مع الايه؟ مع الار. الباور الاولاني عايز اعرفه كان بي، سوري الباور الثانيه عايز اعرفه. الار الثانيه ب4 والار الاولى واحد، يعني لو الثانيه 4 ار يبقى الاولى بار، فالار هتروح مع الار. او انت حطها برقم، حط الار الاولى ب1 يبقى الثانيه 4 اضعافها يعني 4، يبقى الباور الثاني بكام؟ باور اوفر 4، هي هي برضو. السؤال اللي بعده، الريزستيفيتي اوف كوندكتور از 0.5 سو اتس برودكت ويتس اس كوندكتيفيتي. عامه ما يفرقش معاك اصلا هي قيمتها كام، لان انت لو عملت ملتبلاي سيجما في الرو كده كده لو ضربتهم في بعض لازم هيديلك 1، لان ده قانون. القانون كان بيقول الرو ايكوال 1 على السيجما، او السيجما بتيكوال 1 على الرو، ففي النهايه الاثنين ايه لما عملوا ملتبلاي بعض ايكوال 1. السؤال اللي بعده 37 بيقول لي اواير اوف ريزيستنس ار اتس لينث از دبلد اتس ريديوس ديكريست تو اتس هاف سو اتس ريزيستنس ويل بي. نرجع كده نشوف الار ايكوال كام، رو ال على الاريا، بس الاريا باي ار سكوير. دلوقتي هو بيقول لك ان اللينس ماله دبلد، اللينس دبلد يبقى اكتب هنا تايمز 2 زاد مرتين، وقال لي كمان ان الريديوس قل النص. خد بالك بقى من الحته دي، ان انا هكتب ايه؟ هضرب الريديوس في نص، بس هو اصلا باور 2، فخد بالك ان كل ده كده باور 2، مش هو اصلا ار سكوير، مش هو ار سكوير. فلما يقول لك ان هو قل النص يبقى نص ار، بس كلها سكوير بقى. انتوا بتغلطوا بتكتبوها ايه؟ نص ار سكوير، وهتلاقي الانسر في الاختيارات. لا، هي النص ار كلها باور 2، اتفقنا؟ نرجع بقى نكمل. يبقى عندي هنا في فوق 2 في تحت كام؟ 1 اوفر 4. اذا انا حاطط من دماغي الروب 1 والال ب 1 والباي ب 1 كمان، مع ان الباي معروفه يعني، بس انت ايه هتفترض ان هو ايه كل ده هيكنسل، هيبقى في الاخر 2 اوفر 4 كوارتر يعني 8، يبقى هي انكريز 8 تايمز، يبقى الاجابه سي. انت مش متعود على الطريقه دي، هتتعود على طريقه ريشيو مثلا. يبقى تكتب ار 1 على ار 2 ايكوال ال 1 ار 2 سكوير على ال 2 ار 1 سكوير. ده اللي انت عارفه. اللينس الاولاني بال، اللينس الثاني ما هو قال لك ان هو دبل دي يبقى 2 ال. الار الاولانيه زي ما هي ار 1 سكوير، الار الثاني بقى زي ما قلت لك هو قال لك ديكريز الهاف، يبقى اكتب هاف ار كلها كده سكوير خلاص، وتكنسل بقى اللينس مع اللينس. يبقى عندي فوق هنا 1 اوفر ال 4 ار سكوير على 2 ار سكوير، تكنسل ده مع ده، هيبقى عندك في النهايه 1 على 8. لو لقيتها في الاختيارات ما تروحش تختارها، هو عايز منك الار 2 بكام؟
اعمل بقى كروس مولتيبليكيشن، يبقى الار 1 على الار 2 طلعت معاك 1 اوفر ال 8. طلعت معاك كام؟ 1 اوفر ال 8. يبقى الار 2 بكام؟ ار 1 في 8، يبقى زادت كام مره؟ 8 مرات. ده لو انت متعود على طريقة الريشيو. انا احيانا بجيبها على طول من القانون برضو بالطريقه دي سريعه، فاعرف الاثنين ما فيهاش مشكله يعني. سلندريكال رود اوف كابر از ريفورمد، برضو سلك هنعيد تشكيله. اللينس هيزيد كام مره؟ 3 مرات. عايز اعرف الريزنس حصل لها ايه؟ تعال نشوف. قلنا ار 1 على ار 2 ايكوال ال 1 على ال 2 الكل باور كام؟ باور 2. ليه؟ عشان ده سلك واحد، فنروح لقوانين السلك الواحد. يلا ار 1 سيبها زي ما هي، ار 1 ار 2 اهي، ال الاولاني ال، الثاني معرفش بس هو قال لي انكريس 3 تايمز، يبقى 3 ال. كل ده باور كام؟ باور 2. هيطلع لك كام؟ 1 اوفر 9. ما هو ال ال هتطير مع ال ال، ال ال هتطير مع ال ال، ال ال هتطير مع ال ال، 1 اوفر 3 باور 2 تبقى 1 اوفر 9. انا كده جبت الريشيو بينهم. انا عايز بقى دي في ناحيه لوحدها، الار 2 في ناحيه لوحدها كام؟ 9 ار 1، يعني زادت 9 مرات. السؤال اللي بعده، كوندكتور اوف يونيفورم كروس سكشن اريا اللينس بتاعه 20 الريزيستنس 108 انذر واير. كده انا هشتغل ايه على قانون هوبس السلكين عادي، سيم ماتيريال خلاص هروح كنسلت. اللينس بتاعه معايا والاريا بتاعته ايكوال، الاريا الثانيه ايكوال 3 تايمز الاريا اوف ذا فيرست، 3 تايمز الاريا اوف ذا فيرست. هتحول الانجليش لايكويشن وتبدا تشوف بقى الطلب اللي هو عايزه الريزيستنس بتاعت السكند واير. نعمل ريشيو ار 1 على ار 2، مش هكتب بقى الرول انها سيم ماتيريال خلاص ما كنسلت. اللينس الاولاني ب 20، اللينس الثاني ب 5، الاريا الثانيه ب 3 اي 1 والاريا الاولى ب اي 1. هتكنسل طبعا الاي 1 مع الاي 1. الار 1 اللي معاك ب 108 هشيلها كده وعوض عن قيمتها 108. تعرف بقى تحسب من هنا خلاص الار 2 هيطلع معاك قيمه الار 2 ده نمبر كام؟ نمبر 39. هيطلع معاك ايه؟ السؤال اللي بعده، واير اوف ريزيستنس ار اند انذر واير اوف سيم ماتيريال اند لينس بات اوف ديامتر 2 اوفر 3 اوف ذا ديامتر اوف ذا فيرست، عايز الريزيستنس اوف ذا سكند. طيب سيم ماتيريال سيم لينس كده كنسلوا خلاص شكرا. يبقى العلاقه ما بين الار ومين دلوقتي؟ الار والاريا، تحديدا الار والراديوس. يبقى هكتب radius 2 على radius 1 power 2 power 2. مش ده القانون المفروض اصلا هنا في باي وهنا في باي عشان هي اريا واريا، بس انا كنسلت الباي مع الباي. طيب تعال نشوف بقى الغاز الغريبه دي، diameter 2 over 3 of the first، diameter second 2 over 3 the diameter of the first، مش ده اللي قايله؟ and another wire السلك الثاني of diameter 2 over 3 of the diameter of the first. اهي طيب اعرف معلومه كده انت المفروض عارفها برده من الابتدائي، ان الدايمتر بيكوال 2 ار مظبوط، يعني الدايمتر والراديوس الاثنين مع بعض دايركت. فلما يكلمك على الدايمتر هي هي لما يكلمك على الراديوس، من غير بقى ما تقسم على 2 ولا تضرب في 2 ولا الكلام ده، هي هي. يعني ار 2 ايكوال 2 اوفر 3 ار 1 عادي جدا. اوكي طيب نرجع نعوض، الار الثانيه بكام؟ 2 اوفر 3 ار 1 كلها باور 2 ما تنساش. ار 1 بكام؟ هسيبها زي ما هي ار 1 سكوير. ده على الكالكوليتر هيطلع لك 4 على 9، 4 على 9 ده كده اللي هو ايه؟ ده كده اللي هو الريشيو ما بينهم. انا عايز مين برضو؟ انا عايز الريزستنس اوف ذا سكند واير اللي هي ار 2. هات لي كده ار 2 في ناحيه لوحدها هتبقى ار 1 في 9 على 4، يبقى 9 اوفر 4 ار 1 يبقى بتساوي كام؟ 2.25. يبقى الاجابه هتكون 40، هتكون A. A. طيب السؤال اللي بعده، copper wire x and y of different thickness each of them is cut into two several pieces of different length. The opposite graph represents the relation between the R واللينز. طيب
طالب مني ايه؟ عايز مني الاريا بتاعت اكس على الاريا واي. اوكي، نفس الماتيريال، نفس الماتيريال اللي هو عليه كبر، نفس الماتيريال. تعال نشوف كده القانون بتاعنا. ار 1 على ار 2 ايكوال رو 1 على رو 2 كانسل عشان نفس الماتيريال بقى، اتفقنا خلاص. ال 1 على ال 2 وبعد كده اريا 2 على اريا 1. طب انا معيش اي حاجه خالص من دي، احنا معانا ايه؟ معانا الانجلز بس. طيب احنا متفقين من شويه ان السلوب بيساوي تان السيتا وبيساوي واي على اكس. طب لما اقسم ار على ال، لما اقسم الار على ال، ده يديني ايه من القانون بتاعي؟ الرو على الاريا. مش احنا عارفين ان الار ايكوال رو ال على اريا؟ وديلي انت بقى كده اللينس ده الناحيه الثانيه، لما يمشي كده يروح الناحيه الثانيه، مين اللي هيبقى هنا؟ رو على اريا. اوكي، رو على اريا. يبقى لما كتبت القانون بتاع الريش الاولاني لقيت ان انا مش عارف اعوض، ماشي، ولا ار 1 ولا ار 2 ولا ال 1 ولا ال 2 عشان اجيب اللي هو عايزه. لا مش معايا، خلاص هفكر بطريقه ثانيه ان انا اذاكر ايه بقى؟ السلوب تاني السيتا. فين السيتا؟ دايما مع الاكس اكسس، ده كده بالنسبه للاكس. مع الاكس ما تقولش 15، لا 35 45 سوري، اللي هو كل ده بقى. وبالنسبه ل بي واي هتكون الحته بس دي اللي هي بكام؟ اللي هي ب 30 الحته دي. طيب يبقى انت عرفت ان السلوب هو تاني السيتا، وعرفت السيتا ده كل واحد فيهم، وعرفت انه بيكوال رو على الاريا. طيب بالنسبه ل اكس، امسك معايا اكس، يبقى تان، خليه بالازرق، تان 45 الانجل بتاعت اللاين بتاعي مع الاكس، مع الاكس اكسس 45 45 ديجري، يبقى تان 45 ايكوال رو على الاريا بتاعت اكس، رو على الاريا بتاعت اكس. طبعا تان 45 ب1، يبقى انا كده اعرف اجيب اريا اكس بكامل اريا اكس. طلعت معايا رو اي، ماشي. نفس القصه للواي بقى، تان بالاخضر برضو عشان معلمنا بالاخضر، يبقى نكتب تان سيتا. السيتا بتاعت واي بقى بكام؟ اللي هو عاملها من الاكس اكسس 30، اللي هو عاملها مع الاكس اكسس بس كام؟ 30. يبقى تان 30 ايكوال رو على الاريا واي. يبقى الاريا واي بكام؟ تان 30 رو على تان 30، رو على تان 30. تان 30 على الكالكوليتر هيطلع معاك كام؟ احسبها كده، 1 over root 3. 1 over root 3، واحنا اتفقنا ان تحت اللي تحت بيطلع فوق، يبقى ممكن اقول root 3 في الرو. طبعا هما نفس الرو، نفس الرو، لان هما الاثنين كابر، كابر الاثنين كابر وايرز. خلاص بقى انت كده جبت ايه؟ جبت لي اريا اكس وجبت لي اريا واي، هو عايزك بقى تقسمهم على بعض. اريا اكس على اريا واي، لما اقسم رو على رو في روت 3 يبقى 1 على روت 3. تاني كده اهي، اريا اكس برو اي، اريا واي بروت 3 رو اي، فتشيل الرو اي مع رو اي يبقى 1 على روت 3، هيطلع معاك الانسر بي. السؤال اللي بعده، What is the mass of a wire that has a density of كذا؟ دي الـ density. Resistance 5 ohm. Length كذا. Resistivity اللي هي الرو E. وعايز منك الماس. اتفقنا ان القانون بتاع الـ resistance equal رو E إلا على area. بس انت معكش الـ area. فالـ area هفكها لإيه؟ لما لـ volume على length. Volume على length. عشان عارفين ان الفوليوم اريا في لينس، يبقى الاريا فوليوم على اللينس. طلع لي بقى اللينس ده فوق، يبقى رو اي ال سكوير على الفوليوم. طب ما احنا برضو لسه معناش الفوليوم، وبعدين اصلا هو عايز الماس، يبقى انا لازم افك الفوليوم برضو لحاجه فيها ماس. من ثانيه ثانوي بقى برضو احنا واخدين ان الرو بتساوي ماس على فوليوم،
يبقى الفوليوم ماس على رو. يبقى هكتب هنا ايه؟ الار ايكوال رو ال سكوير، بدل ما اقسم على الفوليوم هتبقى ماس على رو، ماس ديفايدد رو، وقلنا تحت اللي تحت بيطلع فوق فالرو دي تطلع فوق، يبقى عندي رو اي في الرو العاديه بتاعت الدينستي ال سكوير على الماس. يبقى ده القانون النهائي اللي هشتغل بيه. يبقى في النهايه معاك الار ب 5. تعالى بقى نعوض هنا كده. بص يا سيدي، الار ب 5، الرو اي في الرو، الرو اي ب 10.7، الرو العاديه الدينستي ب 7000، ال سكوير اللي انسى اصلا ب 1000 سنتيمتر، بس سنتيمتر يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 2. يبقى هاجي هنا كده واكتب تايم 10 باور نيجاتيف 2. طيب كل ده على مين؟ على الماس اللي انا اصلا عايزه. شيفت سولف على الكالكوليتر او كروس مالتيبليكيشن، كل ده كده فوق ديفايد 5 هيطلع معاك على ما اتذكر 0.014 كيلوغرام. يبقى نمبر 42 هيطلع معانا ايه؟ السؤال اللي بعده 43. Conducting material it was in the form of a cube of side lens 5 سنتيمتر. كان عندنا مكعب مثلا من الكابر او من السيلفر او من الجولد او ايا كان يعني. لا هو اي كوندكتنج، خلينا نقول كابر. السايد بتاعها 5 سنتيمتر، مكعب 5 سنتيمتر، 5 في 5 في 5 يعني كده. مكعب عامل كده. السايد لينس بتاعها 5. كل حتة من دول كده دي 5 ودي 5 ودي 5. ماشي. شكلناه هنقول ريشيبنج بحيث ان يبقى ان هو سلندريك الواير، يبقى سلك بقى عامل كده. بس الله اعلم طوله كام. المهم ان مقاومته 10. هات اللينس وهات الريديوس بتاع السلك ده، ومديك طبعا الريزستيفيتي بتاعت الماتيريال. تعال نشوف كده القانون بيقول ايه. الار ايكوال، الار ايكوال كام؟ رو اي ال على اريا. ده القانون احنا عارفينه. الرو معانا، الرو بتاعت الماتيريال اهي معانا. طول السلك كام؟ معرفش، مش عارفين لسه. وما ينفعش تقول لي ان هو بخمسه. ما هو مستر سايد لينس بخمسه ايه؟ لا، ولك ان المكعب الكيوب السايد لينس بتاعه بخمسه قبل ما يتشكل، قبل لسه ما يفردوه كده ويخلوه سلك. هو عايز طوله بعد ما عمل له ريفورمنج، مش قبل. ما هو قبل بخمسه ما احنا عارفين هنشكله بقى ونطوله كده، يبقى واير سلك مستقيم. عايز اعرف سلندريك الواير، عايز اعرف طوله هيبقى كام، فانا ما اعرفش. يبقى انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا الار، معايا الرو، عايز اللينس، معيش الاريا. يبقى لازم اتخلص من الاريا كالعاده، مفيش غيرها زي المساله اللي فاتت. هتبقى ايه؟ هفك الاريا لايه؟ فوليوم على ال، وقلت لك ان تحت اللي تحت بيطلع فوق، يبقى اللينس ده هيطلع فوق. فيبقى عندي هنا ايه؟ ال في ال ب ال سكوير. كده اتحلت خلاص. اتحل بقى ازاي يا مستر؟ ما انا مش معايا الفوليوم. لا معاك الفوليوم، لان هو قال لك ان هو كيوب، يعني السايد الواحد بخمسه، يبقى السايد بخمسه، يبقى السايد بخمسه، لينس ويتس وهايت قد بعض بخمسه، يبقى انا معايا الفوليوم. يبقى اقول له ان الار اللي هي 10 ايكوال الرو 10.85، ال سكوير عايز اعرفها على الفوليوم. الفوليوم بكام؟ 5 في 5 في 5، لينس في ويتس في هايت، بس كل واحد من دول سنتيمتر، يعني سنتيمتر في سنتيمتر في سنتيمتر، يعني تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 8 سنتيمتر من سنتيمتر لمتر، تايم 10 باور نيجاتيف 2 من سنتيمتر باور 3 لمتر باور 3. يبقى هنعمل هنا باور 3، هنا باور 3، هنا باور 3. لا تبقى تايم 10 باور نيجاتيف 6، سوري مش 8، 10 باور نيجاتيف 6. تعرف من هنا تحسب لي اللينس.
هيطلع معاك 11.18 متر على الكالكوليتر. كده خلصنا الجزء الاولاني. طالب منك بعدها بقى الراديوس بتاع السلندر اللي قدامنا ده، الواير ده، الحته دي كده بكام؟ طب من الراديوس يقوم من الاريا، يبقى محتاج الاريا. نرجع بقى فين؟ للقانون الاساسي اللي هو ايه؟ اللي هو رو ال على الاريا عادي جدا، لان الار خلاص معاك برده ب 10 والرو معاك 10 باور نيجاتيف 5. واللينس دلوقتي بقى معاك ب 11.18 على الاريا. الاريا باي ار سكوير، باي ار سكوير، اعرف اعمل كروس ملتيبليكيشن او شيفت سولف على الكالكوليتر واجيب قيمه الار، هيطلع معاك الانسر بي. السؤال اللي بعده، ذا ريزيستنس اوف ا واير اوف لينس 1 متر كروس سكشن اريا 1 متر سكوير از جريتر سمولر ايكوال انذر واير اوف سيم ماتيريال لينس 1 سنتيمتر كروس سكشن اريا 1 سنتيمتر سكوير. تعال نشوف كده الار الاولاني بكام اصلا. رو اي في اللينس اللي هو بواحد على الاريا اللي هي بواحد، يعني رو اي ده كده مين؟ مقاومه السلك الاولاني اللي هو 1 متر و1 متر سكوير. طب مقاومه السلك الثاني الريزيستنس بتاعته رو اي، اللينس 1 سنتيمتر يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 2، 1 تايم 10 باور نيجاتيف 2 على الاريا اللي هي ب 1 سنتيمتر سكوير اللي هي تايم 10 باور نيجاتيف 4 اللي هي تبقى كام؟ 10 باور نيجاتيف 2 على 10 باور نيجاتيف 4 تبقى رو اي، تحسبها كده هكتب على الكالكوليتر 10 باور نيجاتيف 2 ديفايدد 10 باور نيجاتيف 2 ديفايدد 10 باور نيجاتيف 4 هيطلع لي 100. يبقى مين الكبير؟ يبقى الار الاولانيه برو، الار الثانيه بميترو، يبقى الار الثانيه اكبر. يبقى اذا السلك الاولاني سمولر ذان السلك الثاني الريزنس بتاعته، لان الثاني طلع معايا بميترو. اوكي، يبقى الفكره هنا فكره التحويلات بس مش اكتر. ثاني سؤال، وان واير ستريتشنج، نرجع لقوانين الواير. واير ستريتشد تو اتس لينس انكريز 60%، يعني اللينس زاد 60% من اللينس بتاعه. دلوقتي انت عايز تشتري مثلا عربيه، والعربيه دي بعد شويه غلاء الاسعار والتغيرات اللي بتحصل دي سعر العربيه زاد 50%. سي ان هي كانت يا سيدي ب 100000 جنيه وسعرها زاد 50%، هتروح تلاقيها بكام؟ 50000 جنيه ولا هتلاقيها ب 100 ولا ب 150 بقى؟ يبقى لما اقول لك ان هي زادت انكريز باي، يبقى هي كانت بسعرها وزاد عليها كمان 50% من سعرها. يبقى هو السلك الاولاني اصلا انا ما اعرفش طوله كام، ال ما اعرفش. طب اللينس الجديد بكام؟ ها هو قال لي انكريز باي او انكريزد 60%، خلاص يبقى ال زائد 60% ال، يعني اعتبرها 2.5 دلوقتي، يبقى 1.5. يبقى انا هكتبها ازاي؟ 1.6. اوكي، يبقى انا كنت عايز اشتري حاجه ثمنها 50000، لما سعرها يزيد 50% هروح عليها ب 75000 اللي هي 50000 زائد 25. طيب يبقى زادت 60% يبقى زود 0.6، يبقى اكني بكتبها ازاي؟ اكني برضو بكتبها بطريقه ثانيه 1 plus 0.6 تبقى 1.6L. 0.6 دي اللي هي مين؟ اللي هي 60 على 100. اوكي؟ ماشي. ايه بقى اللي يحصل للريزنس؟ خلاص بقى كلام فاضي. تعوض بقى في القانون بتاعك عادي، R1 على R2 ايكوال ال L الاولى على ال L الثانيه. ال الثانيه ب 1.6 ما هو اطول 60% يبقى بلس 0.6. كل ده باور كام؟ باور 2. مستر انت وقت بتعمل باور 2 قالت لا، لازم تركز ان دي مساله 1 واير ستريتشنج او ريفورمنج، يبقى تعوض بقوانين باور 2. يبقى هتكتب ايه على الكالكوليتر؟ تكتب على الكالكوليتر R1 اهي انون اهي، وR2 انون، هكتب على الكالكوليتر ال مع ال، هتكتب على الكالكوليتر 1 على 1.6 باور 2. هيطلع معاك على الكالكوليتر، تعالى نكتبها. هكتب 1 على 1.6 باور 2، طلع معايا على الكالكوليتر 25 على 64، 25 over 64. ده كده الريشيو بتوين زن، ما تروحش بقى تختارها على طول، لا هو عايز ايه؟ هو عايز زن its resistance becomes كام of its original، يعني عايز برضو R2 في ناحية الوحدة، عايز دي في ناحية الوحدة، مش انت اول ما يطلع لك الكالكوليتر 25 64 تروح تقول هختار لي دي، لا غلط. انا عايز R2 في ناحية الوحدة، يبقى اكتب ايه هنا؟ R2 بكام؟ 64 R1 divided 25، يبقى الانسر هيكون B.
انا عايز ده يبقى 64 تايمز ار 1 ديفايد 25 يبقى 64 على 25. يبقى القصه هنا في السؤال ده فكره بس انكريز باي 60% انك بتعمل بلس هو كان برقم زياده عليه 60% من الرقم ده. اوكي انا افترضت الاولاني ب 1 يبقى زود 1 بلس 0.6 ده 60% 60 على 100 زي ما قلت قدامك من شويه. طيب 64 السؤال اللي بعده هنا بيقول لك عندنا the opposite figure represents the lenses and the cross section area الاربع سلوك زي ما انت شايف A B C D. طيب عند نفس التمبريتشر معمولين من نفس الماتيريال متشكرين يا سيدي متوصلين بنفس البوتنشال ديفت. اوكي تمام عايز يعرف ايه بقى ترتيبهم with respect to electric current that will pass through them. يعني كلهم من نفس الماتيريال كلهم من نفس التمبريتشر ونفس البوتنشال ديفرنس نفس الفي فعايز يعرف انهي اي اعلى. هنا هتضطر ان انت تحسب كل سلك منهم كل سلك منهم الار بتاعته بكام. يبقى انا عايز ارتب الايات اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 يبقى لازم اعرف الار الاول يبقى لازم احسب مين الار الاول وبعد كده ارجع ارتب تاني. تعال نحسب مع بعض بقى الار بتاعت السلك الاولاني ولكن بشرط هنحط الرو ب 1 من دماغنا بما انها كلها كونستنت بقى خلاص هحط كله ب 1 وهحط برده كمان ال ب 1 وهحط ال ب 1 يعني اي رمز مضايقني هحط ب 1 عشان اوصل المساله وما يبقاش فيها رموز كتير كده. يلا نحسب مع بعض ايه الار بتاعت ايه ايكوال كام رو ال على اريا ده القانون الرو ب 1 لينس السلك ده كام ال خلاص هسيبها زي ما هي ال يبقى ب 1 الاريا بتاعته كام 2 اريا انا قايل لك ان الاريا ب 1 هو بيقول لك ان هو 2 اريا يبقى ب 2 يبقى نص عشان بس نوصل المساله شويه ما يبقاش فيه رموز كتير. ده كده الاولاني تعال نحسب اللي جنبيه بقى يلا ار بي برده القانون رو ال على اريا اهو رو ال على اريا الرو هم كلهم نفس الماتيريال انا حاططها من دماغي ب 1 السلك الثاني طوله ال برده خلاص ب 1 برده الاريا بتاعته باريا خلاص ب 1 لان انا قايل ان الاريا ب 1 انا افترضتها ب 1 كل ده هيطلع معاك كام هيطلع معاك 1. طيب ماشي عظيم جدا نخش على سي سي برده رو ال على اريا كلهم نفس الماتيريال يبقى الرو ب 1 لينس الواير سي السلك ده طوله كام طوله 2 ال يعني ب 2 الاريا بتاعته باريا يعني ب 1 لان الاي ب 1 هيطلع معاك 2 اخر واحد خالص رو ال على اريا الرو كلهم نفس الماتيريال ب 1 طول السلك دي طول السلك دي ب 2 ال السلك دي طوله 2 ال يبقى ب 2. طيب والاريا بتاعته 2 اي يعني ب 2 يعني 1 برضو. لو انت واخد بالك بقى هتلاقي ان الاعلى واحد فيهم سي يعني ده اقل كارنت هو اعلى ريزيستنس يبقى اقل كارنت انا عايز سي يكون اقل حاجه دي حاجه. عندي بقى كده البي والدي قد بعض في الريزيستنس يبقى هيبقوا قد بعض في الكارنت البي والدي قد بعض في الكارنت وقد بعض في الريزيستنس سي اضعف كارنت عندي اللي هو ده يبقى الاجابه هتكون بي وطبعا اي اقل ريزيستنس يبقى اعلى كارنت اللي هي دي يبقى الاجابه ايه. يبقى انت لما تيجي تبص كده هتلاقي نص واحد اتنين واحد اقل مقاومه يعني اعلى كارنت اقل مقاومه اللي هي نص اعلى كارنت يبقى هي ايه اعلى واحده مفيش غيرها اصلا عامه يعني بس انا قلت اكمل معاك اوري لك ان دول قد بعض في الريزيستنس يبقى قد بعض في الكارنت يبقى اختارهم ايكوال وطبعا سي اكبر مقاومه يبقى اضعف كارنت اللي هي برضو تشويس نمبر بي. السؤال اللي بعده Opposite graph represents the variation of electric potential difference مع الكرنت لتو وايرز اوف سيم ماتيريال نفس الرو. طيب الكروس سكشن اريا اوف واير اي اف بوث هاف سيم لينث اند كروس سكشن اوف بي از كذا. عايز يعرف الاريا بتاعت ايه كالعاده لازم نروح الاول نجيب السلوب ونحسبه ونكتب القانون بتاعنا. السلوب في على اي وتان سيتا برضو
الاسلوب في على اي، في على اي يعني ار. وانت عرفت ان الاسلوب عباره عن الريزيستنس، يبقى لما يحسب الاسلوب بتاع واير ايه نكتبها فين؟ تعال نكتبها هنا كده. الاسلوب بتاع ايه هيكون تان كام؟ تان سيتا. اللي هي تان كام بقى؟ واير ايه عامل كام؟ عامل 30. تان 30 اللي هي 1 اوفر روت 3، اللي هي في نفس الوقت بتعبر فيزيكال يعني ايه على الريزيستنس. انا قايل لك فوق اهو ان الريزيستنس ان السلوب تان سيتا اللي هو في على الاي، وفي على الاي دي اللي هي الار. يبقى كده الار بتاع السلك الاولاني 1 اوفر روت 3. تعال نحسب بقى السلك التاني، السلوب بتاع واير بي هتبقى تان كام بقى؟ قلت لك الانجل اللي السلك بيعملها مع الاكس اكسس، ما تقوليش دي 30، مش جاب دي، انا عايز كل دي. كل دي بكام؟ 60. اكتب على الكالكوليتر تان 60 هيطلع لك روت 3. يبقى هنا ايه؟ تان 60 طلعت معايا بكام؟ بروت 3. ده اللي هي مين بقى؟ الريزيستنس بتاع السلك التاني. بس كده كان معايا الريزيستنس السلك الاولاني والريزيستنس السلك التاني. نرجع بقى نشوف هو كان عايز مننا ايه؟ كان عايز مننا الاريا بتاعت السلك الايه؟ الاولاني. الاريا بتاعت ايه؟ نرجع نعوض في قانون الريشيو ار اي على ار بي ايكوال نفس الماتيريال بقى، خلاص فكك كنسلها لان هي نفس الماتيريال، الرو هتروح مع الرو. اللينس الاولاني ما هو قال لي ان هما سيم لينس برضه، فبرضه هتتكنسل. الاريا الثانيه بكام؟ على الاريا الاولانيه. الاريا الثانيه 3 تايم 10 باور نيجاتيف 6، خلاص اشيلها واكتب 3 تايم 10 باور نيجاتيف 6. الاريا الاولى انا عايز اعرفها ار اي على ار بي، الار اي 1 اوفر روت 3، 1 اوفر روت 3، والار الثانيه بروت 3 كنا جايبين القيمه من شويه. يبقى احسب من هنا على طول اريا 1 بكام؟ ده تايمز ده فايد ده. بنحسبها على الكالكوليتر كده، يبقى الاجابه هتكون بي. كده انا جبت الاريا بتاعت اي، يبقى هعمل ده تايمز ده ديفايدد ده. كورس ابلكيشن عادي بس انا كتبت غلط على الموبايل. يبقى الاي 1 9 تايم 10 بوينت 6 متر سكوير. طيب الطلب الثاني، اللينس اوف واير اي عايز طول السلك الاولاني لو if both of them has same area واللينس اوف بي از 3 متر. خلاص نفس الكلام، همسح بقى الكلام ده واكتب برضو نفس القانون ار 1 على ار 2 ايكوال ال 1 على ال 2. يا مستر فين الرو؟ كنسلتها عشان سيم ماتيريال. فين الاريا؟ كنسلتها عشان سيم اريا. هو اللي بيقول ار 1 بكام؟ ار 1 جبناها ب 1 اوفر روت 3، ار 2 بروت 3. ال 1 عايز اعرفه، ال ال بتاع الاولاني عايز اعرفه، ال ال بتاع الثاني ب 3. كروس ملتيبليكيشن كالكليتر، 3 في 1 على روت 3 ديفايد روت 3، يبقى 3 في 1 على روت 3 واللي يطلع ديفايدد روت 3. طلع معايا 1 اوفر 3. فين 1 اوفر 3؟ فين فين فين؟ نكتب تاني ده في ده على ده، يبقى فراكشن 3 في 1 على روت 3 ديفايدد روت 3، يطلع الانسر 1 متر. يبقى ال1 1 متر، يبقى الاجابه ايه؟ طيب السؤال 48، سؤال 48 two wires of same material connected as shown، عايز v1 divided v2، مدي لك طبعا ايه اللينس بتاعتهم والاريا بتاعتهم، عايز v1 على v2. ماشي تعال نشوف كده، v1 v1 على v2، ال v اصلا ب i في r، يبقى i1 r1 على i2 r2. خد بالك ان الاي هو الاي لان هو اللي هيعدي هنا مكمل طريقه كده 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 ورجع تاني، فهو كده كده نفس الاي اصلا فهنكنسله برضو. يبقى كده انا هفكس لمين؟ هفكس للاي، يبقى ار 1 على ار 2. ابدا بقى اعوض،
R1 على R2 هما كده كده أصلا سيم ماتيريال، فبرضه هنفكس للرو، يبقى L1 area 2 على L2 area 1. يلا نعوض. اللينس بتاع السلك الأولاني باتنين L يعني باتنين. ترك بقى الرموز كلها حطها بواحد، يبقى اللينس هحطه ب1 والار هحطها ب1 عشان نبسط الايه المساله شويه. يبقى السلك الاولاني باتنين، السلك الثاني بال واحده، ال واحده ب1. الاريا باي ار سكوير، فهنكنسل الباي، يبقى هنا ار 2 سكوير على ار 1 سكوير. الراديوس بتاع الثاني، ده المسافه دي كلها 4 ار، ده اللي هو الدايمتر، يبقى نصها كام؟ نصها 2، يبقى الحته دي بس كده اللي هو الريديوس ب 2 ار، يعني ب 2، يبقى 2 تايمز ار 2 سكوير. الريديوس الثاني اللي هو الحته دي كده ب 2، 2 باور 2، باور 2 عشان القانون فيه اصلا باور 2، 1 تايمز ار 1، امسك معايا ار 1. الحته دي كلها ب 2 ار، يبقى نصها كام اللي هو الريديوس بس اللي هو الحته دي كده النص اللي فوق بس، هيبقى ار واحده اللي هي ب1 يعني 1 باور 2. الكلام ده يديني كام؟ ده يدينا 2 باور 3 يدينا 8، يبقى الانسر المفروض 8، يبقى الاجابه في 1 على في 2 تطلع 8. السؤال اللي بعده، 2 وايرز اي ان بي سي ان دي اوف سيم ماتيريال، خلاص اوكي سيم لينس اوكي، متوصلين سيريس يعني جنب بعض، سيريس دي انا عارفها ان شاء الله الحصه الجايه، متوصلين جنب بعض بحيث ان نفس الكهرباء تعدي يعني. طيب ويتش بوتنشال ديفرنس، انهي عنده في اكبر من التاني؟ ماشي الفي ايكوال كام؟ اي في ار، قلت لك هيفكس للاي لان هما معدي فيهم نفس الاي زي المثال اللي فوق مكمل كده، يبقى يعني الفي تعتمد على مين كده؟ تعتمد على الار. طب ما هما يا مستر ليهم نفس اللينس ونفس الايه الماتيريال، يبقى انا هتكلم على مين كده؟ على الاريا. ايه علاقه الاريا بالريسنس؟ انفرس. انا كتبت القانون قدام عينيا، رو ال على الاريا، كنسلت ال والرو، مش هشتغل عليهم لان هم كونستنت للاثنين، او هي هي اللي هنا هي اللي هنا، يبقى الار والاريا ايه انفرس. يبقى اللي عنده اريا صغيره عنده فولت كبير، او اللي عنده اريا صغيره عنده ار كبيره فعنده فولت كبير. مين اللي عنده اريا صغيره؟ سي دي. يبقى الفولت سي دي اكبر من فين؟ فولت في سي دي اكبر من الفولت اي بي، عشان السلك ده ارفع فمقاومته اكبر فهيستهلك فولت اكتر. تعالى نتكلم على اليونتس، عايز ايكويفالنت يونت وعايز فيزيكال كوانتي. ايكويفالنت يونت يبقى انا ممكن افك مثلا فولت على امبير، فكها بقى لاي حاجه، فك اي حاجه منهم لاي حاجه انت عارفها، يعني مثلا فك الفولت الايه؟ مثلا من ورك على الكيو، يبقى جول على كولوم، خلاص جول على كولوم دي كده ايكويفالنت يونت خلاص. طب الفيزيكال كوانتي بتاعتها هي بتقيس مين؟ هو الفولت على الامبير ده يديني ايه اصلا؟ يديني الاوم، في على اي اللي هي الار، يبقى انا هكتب هنا جول على امبير كولوم مثلا. والفيزيكال كوانتي طبعا بتقيس لمين؟ بتقيس للالكتريك ريزيستنس. كولوم على السكند يعني كيو على تي معروفه، طب ما الامبير بتقيس مين؟ الكارنت انتنسيتي. طيب جول على السكند برضو معروفه من القوانين المباشره، انرجي على التايم ده اللي هو الباور، ايكويفالنت يونت ليها الوات، بتقيس لمين؟ الالكتريك باور. امبير في سكند يعني اكني بقول لك اي في تي، مين اي في تي ده؟ اللي هو كان الكيو، يبقى ممكن اكتب له هنا كولوم، دي كده ايكويفالنت يونت كولوم، وممكن اقول الفيزيكال كوانتيتي اللي هي ايه؟ الكوانتيتي اوف تشارج، كميه الشحنات.